أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من حصة البلاد اليوم في حلقة اليوم نناقش التطورات التي يعرفها اليمن فبعد أيام قليلة من ظهور الخلاف بين جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي أعلن في تصريحاته تقاربه مجددا مع الخليج ومع المملكة العربية السعودية حتى سمعنا أمس الأثنين خبر تصفية الرئيس صالح من طرف جماعة الحوثي بينما كان يحاول مغادرة العاصمة اليمنية صنعاء في حلقة اليوم نتباحث في واقع اليمن وأيضا في واقع الساحة السياسية في الوطن العربي طبعا لم تبقى سياسية اختلطت فيها الحروب والنزاعات والانشقاقات بينما يصفه البعض بالمشروع الإيراني الداهم على هذه المنطقة وبين المشروع العربي السني الذي يتصدى لها هل فعلا فعلت بنا الطائفية ما فعلت في وطننا العربي حتى تناحرنا واصبح الرؤساء يتساقطون هنا وهناك؟ في حلقة اليوم نتساءل ايضا هل اخطا العرب في حساباتهم مع اليمن؟ هل تركوه وحيدا مع فقره مع معاناته مع ميليشياته حتى استيقظنا على مثل هذا الوضع رئيس عربي سابق يصفى وقبل ذلك انقسم اليمن بين يمنين يمن يقول انه مع شرعيه الرئيس عبد الرب منصور هادي ورأي ويمن اخر يقول بان هذه الشرعيه تحتجزها السعوديه ويحتجزها دول الخليج في عواصمها في حلقة اليوم أسعد أن أناقش القضية اليمنية وأيضا ربما ما يشابهها من القضايا على الساحة العربية رفقة كل من البروفيسور أحمد شوتري أستاذ الإعلام بجامعة الجزائر ثلاثة أهلا بك بروفيسور أهل أهلا وسهلا سيدي أيضا أهلاً ورفقة أيضا أستاذ الصادق سليمية الكاتب والشاعر والصحفي بصحيفة الحياة الجزائرية أهلا بك أستاذ سليمية أهلا بروفيسور شوتري أبدأ معك من المشهد مشهد أمس الاثنين الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح فجأة يصفى وفجأة نرى جثته في شاحنة ذكرتنا بصورة القذافي قبل سنوات كيف كان انطباعك لما شاهدت هذا المشهد؟ والله منذ الأربعاء الماضي بديت أن نشم رائحة تغيرات خطيرة في اليمن بعد ما بدأت الأخبار تنقل الصدام المسلح بين قوات علي عبد الله صالح وقوات الحوثي ووصلت هذه الاشتباكات وسيطرت قوات علي عبد الله صالح على كثير من المواقع داخل العاصمه صنعاء فبدينا بديت نحس اكثر بخطوره الوضع الى ان جاء خطاب علي عبد الله صالح يوم 2 ديسمبر والذي كان واضحا وهو اعلان الطلاق الباين مع بين بينه وبين عن فتح صفحه جديده مع الخليج ومع السعوديه هو, هو اشهر ما اعلن ولكن اللي كان واضح اكثر هو الطلاق بينه وبين الحوثيين وبعث عن من خلال هذا الخطاب رسائل شبه مشفره الى السعوديه و حلفائها في المنطقه وحتى الى الجناح الاخر المشق عليه في في حزبه ورسائل واضحه الى جميع اليمنيين كجماهير وكأحزاب احزاب عشائر ودافع عن الجمهوريه اليمنيه وثوره سبتمبر لان الحوثيين الان هم جاءوا علنيه لاسترجاع نظام الإمامة. الامامه نظام الامامه فهو دافع عن الجمهورية وعن مكتسبات سبتمبر يعني كان واضح أن الطلاق باين وبالتالي هذا الوضع بتأكيد لا يرضي حلفاء الحوثيين السابقين وسوف تتطور أمور أكثر لكن لم أتوقع أن يلجأ الحوثيين بهذه الجرأة على هل ترى إعد... إعدام البعض نعم. الاعدام الإعدام إيه؟ هذه الجرأة إيه؟ مثل ما وصفتها إيه؟ إيه؟ جاءت بعدما أعلن طيف كبير من حزبه يعني أنه في حل عن تصريحات صالح وأنه مع الحوثيين وما زال يعني يعادي السعودية ويعادي الخليج لأنه يبدو لي يبدو لي أنه ما كان وصلهم الخبر شايف م. أو يبدو لي هناك تضعضع أصلا أن علي عبد الله صالح حينما الجأ إلى هذا تصعيد الخلاف مع الحوثيين أو فك الارتباط مع الحوثيين يبدو لي أنه حس بالخطر وأنه استهزأ أو لم يقدر كثيرا قوة هؤلاء الناس وبعد ثلاث سنوات اكتشف أنه هو أصبح تقريبا خارج اللعبة وأنهم اشتد عودهم وأنهم أصبحوا ربما في غنى عنه نعم. ولذلك لجأ إلى هذا أما تصريحات اللي نقلتها الأخبار حول انشقاق أو تصريحات مغايرة من بعض أفراد حزبه هذا انا لم اسمع به في الحقيقه نعم نعم استاذ صادق السليميه اذا الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح يصفى بصوره واضحه جدا كان متوجها من صنعاء نحو مأرب يخرج من سيارته ويطلق عليه رصاص مباشره تنفيذ اعدام يعني المشهد كان اعدام هل ترى انه مثل ما قال البروفيسور شوتري هذا كثمن لدفاعه عن الجمهوريه اليمنيه ضد من يريد إعادة اليمن إلى نظام الإمامة البائد بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار آه ابن الكريم في قضية الإمامة والخلافة أولا هذا أمر شرعي لا نستهزئ به قول الإمامة أو الخلافة رب سبحانه وتعالى قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا لكن بي... ربما لما يكون الشعب بغالبيته راض إيه الشعب إيه؟ يعني راه في طائفه نتكلم عن امر شرعي هنا المشكل نتكلم عن الشعب م. راضي بالطائرات التي تضربه م. الشعب راضي م. بالحصار رح نتكلم في هذا في نتكلم عن اذا انا نتكلم لك على امر شرعي لكي لا نوظف الشرع في الاستهزاء به فقط برك انا لا امثل في هذا البلاطو مذهبا او لا انا اتكلم عن عن كلمه امامه او خلافه هذا امر شرعي الهي لا أنا, انا لا استهزئ بالامامه في ايران مثلا لانه معظم لا الشعب الشيعي مقابلين فيه اما اليمن يعني لنسبه كبيره فيه مو من المسلمين السنه جاءنا انا جماعه قليله نطبق مذهبا وامامه تابعه لمذهب معين من منطق الديمقراطيه خلي يعني خليني نكمل م. لك انا انا قلت لك ان قضيه الامامه او الخلافه هذا امر اخر القضيه <applause> سياسيه وقضيه صراع صراع مقاومة وصراع انبطاح بكل المعاني. تتذكرون ان صالح عبد الله صالح في الثورة الأولى أين عولج؟ في السعودية عولج في السعودية، تتذكرون صورته المحترقة المهترئة، هو عولج في السعودية لأنه من درجة دنيا. في ذلك الوقت أنا كتبت شعرا نشرته في الحياة. أين عولج الملك السعودي؟ في نيويورك. يعني انت يا من الدرجه الثانيه روح تعالج عندنا كفار تجارب روح نداويوك عندنا اما انا بلادي ما هيش متقدمه لان العرب كما قلت واحد الخطره يا امه رضيت بالجهل والكسل وانفض وانحط معدنها كان يعني اسود البشره آه اصبح استعاد جلده آه ولونه آه نجحت يعني آه السعوديه دارت فار تجارب وذهب لكن قلب لها ظهر المجن يبدو له هو دار حساباته، قلب ظهر المجن، مشى مع الحوثيين، الحوثيين اللي تكلم عليهم لا امام الحوثيين راهم يامنوا بالخلفاء الراشدين الاربع يعني انت كي تقول لي كيفاه تربحهم ايران، اي السعوديه اللي لازم تربحهم، السعوديه اللي تدافع عن السنه، لماذا لم تربح الزيديين يدافعوا الخلفاء الاربعه؟ هم اقرب الى السعوديه من ايران، المشكله اذا ماهيش هكذا. المشكلة المشكلة هي قضية من ينبطح أكثر للغرب الناس هذا مقلك اليمن معروفين حتى في عهد النبي البركة فيهم والخير فيهم والأحاديث النبوية التي تثبت أن هؤلاء على الحق وعلى الدين مكتوبة في السنة إذن القضية قضية قضية انبطاح قضية يعني تب... كل السياسة الطائفية س... ما كانش ما كانش الطائفية وين الطائفية؟ لو كان جات طائفية ايران دعم حماس في فلسطين والدعم هذوك في دا... القضية الطائفية تصنعها السعودية والمحيط محيطها أنت في كلمتك ابني الكريم قلت العرب العرب كل اليمن يا ولدي انت كيف العرب ترى كل يوم انت هما رأي دول اللي يسموها التحالف العربي يضربوا فيها بالطيارات كل يوم انا كنت قصدي التنمية قبل الحرب قبل عاصفة الحرب وقبل كان ما يحصل هذا الشيء لو كان جا عندنا احنا الارهاب كل يوم في الجزائر الارهاب انت ما عشتوش انت خلقت في ذلك العام ربما ما عشتوش يعني تجي دولة اخرى تضربنا باسم الارهاب وتحارب الارهاب تقبل؟ تقبل أنت كشاب تجي دولة أخرى فرنسا تحارب باسمنا الإرهاب وتضرب الطيارات من فوق برج بور ريج وقال متخبين متخبيين وتضرب الناس وقال كذا هذا هو الإرهاب تقبل؟ تقبل هذا الشيء أنت؟ تقبلوه دكتور؟ لا ما السعودية والتحالف العربي راهو يدير هكذا الحوثيين إذا كانت تصيد فيهم الصاروخ هذا مكتوب فيه حوثي وعنده جينات حوثية يتبع يروح الحوثي يقتلوا هنا يعني شوفوا في الناس الامم المتحده مجتمعه الاطفال يموتوا الكوارث يا اخي انا ندير نبكي هنا على اليمن يقول لك السعوديه نحن نستهدف اهداف عسكريه واضحه يعني كل يوم تلفزات العالم الامم المتحده تقول بانه الاطفال راهي في كارثه وحبسوا الكوارث يا اخي نعم كارثة. نعم, يا أخي نعم. كارثة. اذا كارثة. عنده قلب راهو يتكلم على اليمن صح راهي فاجعه حسينيه في اليمن كيما داروا كيما دار يزيد للولد بنت الرسول يعني خلينا لا كثيرا نعم. التاريخ والامور لا، لا، كما هذه علي عبد الله صالح هل ترى انه يستحق؟ علي عبد الله قتل نفسه بنفسه لما اعلن انه مع هذا الخط خط غير مقاوم قتل نفسه بنفسه كما يقول ابن العربي المالكي على فلان خرج على يزيد قتل نفسه بنفسه عبد الله صالح قتل نفسه بنفسه بروفيسور شوتري نعم علي عبد الله صالح قتل نفسه بنفسه انا ما انا نحلل سياسه انا ما نحلل عقائد حل الواقع سياسه نعم نعم سياده هو كما قلت لك كبير في الاجابه على السؤال مم. هو حينما اعلن الطلاق شوف وبدا يرسل رسائل فمعناه الصراع حصل حصل الصراع بينه وبين خصومه خصومه في ذاك الوقت اعلنوا عبد الملك الحوثي اعلن قبل اعدام علي عبد الله صالح ب 24 ساعه قال قال آه سنقضي على رؤوس الفتنه لا اكثر من هذا قال قال يستحق التاديب علي عبد الله صالح يستحق التاديب شف فما كناش نفهم احنا انه مستهدف هو كشخص شف كنا ربما معارك ربما كذا الى اخره لكن في النهايه اه هما فهموا ان خروجه من صنعاء معناها استعداد للهروب سواء لجنوب اليمن او لهروب للسعوديه او العمان الى اخره فهو كان بسيارتين ثلاث سيارات لحسن. ثلاث سيارات حتى ما يثير الانتباه وهذا خطأ المفروض كان تكون عنده أكثر ويكونوا بعاد عليهم من الخلف كحماية لو كان عنده أكثر من سيارة وبعد لي حتى كيلومتر راح يصطدموا مع الحوثيين قبل ما يوصلوا ليه فالحوثيين يبدو اللي جاتهم معلومات دقيقة أنه ثلاث سيارات كذا بعثوا له 20 سيارة مدرجة بأسلحات كبيرة كثيرة مختلفة وراحوا طوقوهم وحكموهم وعدموه ما سمعناش الآخرين كم من واحد من المرافقين ومع ابنه ما سمعناش أن ابنه مات يقولوا أنه تم أسره ممكن هو مات هو كان مستهدف علي عبد الله صالح أي عبد الله صالح إذا قاوم ممكن يموتوا مع آخرين ف وبالتالي علي عبد الله صالح هي الاجال بيد الله. الله مقدر هكذا. ولكن قاتل علي عبد الله صالح وما الحوثيين وهم اعترفوا. احنا اعترفوا خلاص الله بصوره احنا احتفاليه عبد الملك الحوثي مساء امس تكلم بصوره احتفاليه وقال لقد قضينا على راس من رؤوس الفتنه اه وما وما ذلك. ليش لا نبحث في الخلفيات من قتل ومن قتل قتل نفسه وقتله الحوثي يقول لك انا قتلته هذا صراع بين طرفين تمكنوا منه وقتلوه. وهذه هي وسوف يدفعون ثمن كبير على فكرة يعني سوف سوف يدفع لأنهم فقدوا أكثر آخر حليف وأخطر حليف فقدوه في اليمن اللي كان يمثل لهم غطاء وعنده قوات عسكرية كبيرة يعني علي عبد الله صالح الآن الله أعلم ماذا سيحصل في اليمن نعم الله أعلم ماذا سيحصل في اليمن أستاذ سيد قسامي يقول لك البعض ينبغي أيضا أن نشوفه يعني في في مم. تاريخ علي عبد الله صالح، نعم. قل عنه ما شئت، نعم. الطاغية، الداهية، مم. المتغير، المتقلب، مم. لكنه ربما الوحيد الذي استطاع أن يحل الكثير من العقد اليمنية المستعصية والتي استعصت منذ القديم. هو الذي وحد اليمن هو الذي حارب في عام 1994 الجنوب لما جاءوا يعني وستة حروب بين عسكري الحوثيين في 2004 و2010 هو عسكري بدا من الجنديه وعقليه العسكري دائما تميل الى القوه همني لو كان مثلا الرجل يملك موازين القوى لكن, لكن هو, هو عالج التناقضات هو عالج إيه التناقضات لكن انت لما تفكر بعقليه القوه هو يرى هو يرى بانت بانت له أن الكفة ممكن عندما الآن يميل الخطابات المرة قبل ما يكون خطابه هذا في 2 ديسمبر كان خطابه شديد على السعودية صح ولا لا؟ شديد جدا لكن ما الذي غير في خطابه؟ الرجل العسكري هو هو أصله عسكري بدأ جندي طلع طلع حتى المقدم ومن بعد المهم هو الآن بنت له بأن الأمور لما يروح للسعودية تكون تكون الامر يحسم له هو الان لكن الامر فات وربي سبحانه وتعالى هو اللي قدر الامور في هذه الامور هذاك شعب مقاوم مظلوم هذه سنوات ويدمر بالطائرات هو لو كان صبر هو لو صبر لكن السعوديه هذه الان سقط, سقط مشروعها في كردستان السعوديه اصلها قاعده تفتت في العالم الاسلامي في كردستان دارت كل كل جهدها باش ينقسم العراق في المشروع كردستان صح ولا لا دارت في سوريا كل جهدها باش يسقط بشار الاسد هذا الخط المقاوم ما عليش ما نجحتش دارت مع لبنان جابت الحريري وقدم استقالته وكذا باش تصنع ازمه في لبنان زاد الرجل رجع وتراجع عن استقالته اذا ما بقي لهذا الان ربما مراسلات طمعات الرجل وكذا هو صرح بذلك التصريح الرجل اذا هو لماذا قلت قتل نفسه بنفسه في الثورات كامله احنا عندنا عبدالرمضان رمضان رحمه الله ما دارش الجرم اللي داروا اللي عبد الله صالح كش ما عنده تصريح عبد رمضان ما جيبوا لنا تصريح وعلى قتلات الثورة على قتلات الثورة جيبوا لنا تصريح قالوا عبد رمضان ضد الثورة شو بابر قال لك وين عليك وعنده خيوط الله عليه، صح ولا لا؟ وعبر رمضان أنا أعتبره شهيدا، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأنه ما كانش دليل، فما بالك إنسان يخطب ويدير وراني مع السعودية، السعودية هذه اللي يجيك ترامب تعطيه 500 مليار دولار، روح لواحد إقتصادي يقول له يا محمد 500 100 دولار هذه 500 مليار دولار واش تكفي؟ الحرب نتاع إيران والعراق كاملة في ثمانية سنين 270 مليار دولار. مقيمة الحرب نتاع الكويت وكذا مقيمة يعني تجيب الحروب نتاع المنطقة كاملة ما توصلش الواش الداه الوش الداه ترامب وش داتو بنت ترامب بنت ترامب اللي بناتنا وبنات اليمن تستعملهم وحتى بنات تشريهم من سوريا انا كان فيها في الانترنت تشريها ب 8000 دولار بنات شابات لانهم يموتوا على هذا الامر يشروهم من سوريا ليستعملوهم جواري في قصورهم على طريقه الفتوحات اللي سموها بكري اسلاميه نعم, نعم. بروفيسور شوتري آه الرئيس السابق المغتال علي عبد الله صالح راهن في الوقت الخطا على الحليف الخطا في الظرف الخطا فتعرض ما تعرض له يعني انه لا مشروع افضل من المشروع الايراني كان بالنسبه له كيف كيف لا مشروع افضل من المشروع الايراني بالنسبه له في وضعه في وضعه هو يقول هالواقع اللي صار له البارح اغتيل وفقد وراهم حلفاء هذا اللي استنجد فيهم في اخر لحظه ما قدروش ينقذوه ولا قدروا يعاونوه نقول لك هو ما عنده حلفاء أنه رسائل وما رسائل 11 أخرى. لا لا شتري. في الأيام الأخيرة بدأت تتغير. هو خطاباته و... و... هني... التصريحات الرسمية أسمح الإعلام لي. السعودي كلها كانت في شوف. اتجاه أنه آ... غير القبعة نهائياً. اسمح لي اسمح لي ومع ذلك احنا نعرفها كنت قبيل نقول لك قبل كنا نتناقش قبل ما نجي للبلاطو أنه استخدام الطيران لا يحل مشاكل آه هذا من... من اللي خلق التاريخ الألمان يعني ما خلوش في بريطانيا في الحرب العالميه الثانيه م. وما قدروا يهزموا الانجليز م. وشوف الكيان الصهيوني وشوف الامريكان ما قدروا دمروا العراق ما قدروش يمسكوا العراق وهربوا راه وافغانستان نفس الشيء ما بال ونفس الشيء هذا ينطبق على السعوديه ليست هي استثناء لا اذا السعوديه ما عندهاش الجنود على الارض ما تقدر تسوي شيء هذه معروفه علي عبد الله ما عنده حلفاء ما عنده حلفة. حلفاء حلفاء الحوثيين واختلفوا معاه حلفاء الحوثيين واختلف معهم هذا هذا علي عبد الله صالح وتحالفوا مع الحوثيين انتقد عليه بشكل كبير انا ما نحكي على السعوديه والمسؤوليه انتقد حتى داخل اليمن حدث انقسام كبير داخل اليمن دخل حزبه انقسم جيشه انقسم جزء كبير من جيشه راح مع عبد ربه منصور شايف وقالوا له راك مشيت طريق خطأ الحوثيين هذو عندهم برنامج مرتبطين بالخارج مع ايران رأ... ايران عندها مشروع في المنطقه فانت وراك رايح الطريق هذه ما تديش فهو في الاخير اكتشف انه الحوثيين بداوا يقووا و في احتمال يستغنوا عنه في اي لحظه هو نفسه في خطابه 2 ديسمبر بدا يحكي قال لك بداوا ضباط من بيوتهم يعني طغوا في البيوت أيه. خلاص بداو يعتقلوا ضباط سمى المعسكرات نتاعو سمى ضباط وقياديين في الحزب الاخري اخره فاكتشف دوك انا ما نروح بعيد أنا, انا نقرا الاحداث ذكر راح من السعوديه ما السعوديه على صلاح معروف يبدل السروج مثل ما يبدل القمصان تاعو معروف يعني شايف فحاول ينجو او يبدل المسار فشل لانه هو بيد الحوثيين بيد الحوثيين الحوثيين مسيطرين على كثير من المناطق الى اخره فهو هذا الحدث يعني كي قلت لي يعني الجواب على انه حلفاء ما عنده حلفاء ما عنده حلفاء داخل اليمن عنده الحرس الجمهوري وبعض القوات الاخرى جزء من حزبه وانت نفسك قلت بلي فيه يعني نقول يعني انه كان هو في الحلفاء في صف واحد ظروفه هي التي فرضت اما في الحقيقه هو لا يتحالف هي. ما لا يا عبد الله صعب, صعب. ما تعرف معامله حالف ما تعرف معامله صالح. نعم. معروف بتقلباته وهذه هنا الشاطر الاستاذ سليميه في الفكره ذي انه العسكري هذه عقليته دائما يحسبها قوه ميزان قوه هو كان يعتقد حينما تحالف مع الحوثيين ولولا هو علي عبد الله صالح ما يوصلوش الحوثيين حتى يسيطروا على بلديه نعم. نعم. على بلديه لكن هو اللي جابهم ومكنهم اليمن نعم لكن هذا ربما استاذ صادق سليميه من جهه اخرى يقرا على انه الحلفاء ومشروعهم ومن يمولهم ومن يقف خلفهم وطبيعة يعني معتقداتهم وإديولوجياتهم هم ليسوا لا يتقبلون أي مشروع خارج عن نطاقهم وعن تفكيرهم وعن استراتيجيتهم علي عبد الله صالح الذي وقف معه اضطر أخيرا أنه يعلن أنه ما قدرش يكمل معاهم أنه هذا الناس صعب جدا جدا عندهم مشروع لالتهام اليمن التهاما شديدا حتى هو مكاش جو هم أبناء اليمن أم ليس أبناء اليمن جماعة, أجناء جماعة جونا من جبال صعدة وجيين هبطين وقاموا مقاموا في السلفيين والإخوان لا دمروا وقتال لماذا هل ننسى ايضا حتى جرائم الحوثيين لما كانوا جايين صنعاء من صعدة القرى تشهد القرى تشهد كنا كل يوم نشهد الحوثيين وصلوا الى قريه كذا وفعلوا كذا ونكلوا كذا وجثث كذا هل, هل ينسى اليمنيون ينسى العالم هذا انت كي تقول لي هؤلاء هم ابناء اليمن ابناء اليمن لتحل مشكلاتهم بينهم انس اول سي سليمي شحال نسبتهم شحال نسبتها مسديه حتى 0.3% لا تتدخل فيهم 2% ولا 3% معايا المئة لكن انت ما دخلك تجيب تحالف عربي باكمله السعودية الان تتكلم عن المشروع الايراني رئيس منتخب بالنحي رئيس منتخب بالنحي تكلم لي على المشروع الايراني م. م. الشرع الايراني عبر التاريخ انا فيما قرات قراءه المتواضعه ايران لما كانت دوله قويه قبل الاسلام كان عندها الجزء نتاع العراق ومن الفوق و من الخليج هايوا من الخليج هل اكرهت عربيا واحد على ان يكون مجوسي جيب لي واحد عربي مجوسي الان ما كانش كانوا الروم في الخارج في جهه الشرق الاوسط بقاو الروم ولا ما نقول المسيحيين بقاو اما الايرانيين ما كانوش يستغلوا الناس المسيحيين اسمح لي الروم المسيحيين في الشرق قبل الروم

عندما ينتصرون يفرح المؤمنين لانهم اهل كتاب والاخرين مجوس نعم. والاخرين مجوس المجوس لم يكرهوا عربيا واحدا على اعتناق المجوسيه ما عندناش واحد مجوس العرب كانوا رافضين شا... يعني. لا مش رافضينها كيفاش لكن... كانوا... متغلغلين فيهم كيف رافضينهم؟ متغلغلين في أنت من البخاري ومسلم والترمذي رافضينهم؟ هذوك صاروا مسلمين؟ صاروا مسلمين، مسلمي. الآن أنت تسميهم بالمجوس، وين هي المجوسية اللي عندهم؟ هذا كلام طائفي خلينا من هذا هذاك خليني وصلني نقول إذا إيران مشروحة في المنطقة ما استعمرتك أرضك ما داتك، أما إذا قيل أنك أعطاتك سلاح، أنا أعطي السلاح للمظلوم كما تعطيه الحزب الله يقاوم إسرائيل، كما تعطيه الحماس انا مثلا اذا قيل بان الحوثيين ضربوا السعوديه بصاروخ ممكن ايراني وايران تنفي ممكن تعطيهم لماذا لانني انا شخصيا نشوف المظلوم انا كون عندي سلاح من غدوان هذه الطيارات ونروح انا كون جيت في الجزائر كون جابو مدين ربي يرحمه يعلن قطع العلاقات مع السعوديه انا نقولها لك كون جابو مدين ربي يرحمه تقول في هذه بروفيسور شوتري نعم كون جابو مدين ربي يرحمه على الطريقه اللي تدير فيها السعوديه في جر العالم العربي بأكمله بمنطقه بأكملها إلى لكن سليمية است... لكن سسليمية. استنزافيه والله اني سليمية سيسليميه دير لي حماس حزب الله إرهابي ماذا تريد أنت بهذه سسليمية. المنطقة؟ لا ألا ترى نعم. أنه حتى نظام الإمامة لما كان في لما كان عبد الناصر وكان ال... بين الشيوعيين وبين الإماميين الخليج كله وقف مع الإمامية وعبد الناصر كان العكس السعوديه كانت, كانت اكبر السعوديه كانت اكبر حنيف في الاماميه سليمية السعوديه في وقت في وقت ما في وقت الشاه لا لا قبل لا 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 قبل قصدي, قصدي في اليمن في اليمن الاماميه لما كانت ايه؟ الاماميه زيديه كان, كان الخليج زي هو اكبر الحنيفيه آه الزيدية لك في الاول لا هي اقرب الى السعوديه من ايران لان الزيديه يؤمنون بالخلفاء الاربعه النظام الفكر المعتقد م. الايماني الاثني عشري م. لا يؤمن بالخلفاء الثلاث فقط اساتذه حتى لا نذهب كثيرا في مواضيع التاريخ وهي ربما تستحضر في الكثير من القضايا م. المعاصره حاليا لكن بعد فاصل قصير ان شاء الله سوف نتحدث حول ما يصفه البعض بالمشروع الإيراني والبعض يتحدث عنه بمنظور طائفي يقول مشروع شيعي في مقابل مشروع سني ومشروع سني يتصدى لمشروع إيراني وما إلى ذلك نتحدث عن الخارطة العربية اليوم بعد التغيرات وبعد هذا الحدث في اليمن ومقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح لكن بعد فاصل قصير مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا اهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا الجزء الثاني من حلقه اليوم من البلاد اليوم طبعا موضوعنا الاساسي الحدث الذي هز العالم العربي وحتى العالم مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح امس الاثنين تعرض لتصفيه مباشره من طرف خصومه الحوثيين طبعا ضيفاي في هذه الحلقه كل من البروفيسور احمد شوتري استاذ الاعلام بجامعه الجزائر ثلاثة اهلا بك بروفيسور أهل مره اخرى وايضا الاستاذ صادق سليميه الكاتب الصحفي والشاعر اهلا بك استاذ أهل مره اخرى بروفيسور احمد شوتري ابدا معك الجزء الثاني أما آلات هذا ما يسمى بالربيع العربي منذ عام 2011، ألا ترى بأنه اليوم في عام 2017 ونحن ربما قريبا من عام 2018 كل معالم الخريطة العربية تدل على أن المستفيد الأكبر منه هو إيران. صحيح. ربما صحيح. الوضع في سوريا والحسم الذي م. بدأ ربما بصوره كبيره لصالح النظام، نظام بشار الاسد وايضا في اليمن وايضا في دول اخرى التي كانت ربما عربيه ومحوريه وعمتها الفوضى واصبحت ايران هي من اكبر اللاعبين في المنطقه ان لم تكن الاكبر. م. هذا صحيح. الايران مستفيده من زمان. وعرفت كيف تلعب اوراقها يعني. سواء مع امريكا او مع السعوديه في بدايه الهجوم على العراق او مع دول المنطقه او مع الغرب عموما يعني كانت عندها برنامجها وجايه تنفذه بهدوء يعني. وهذا اعتراف خاتمي الرئيس السابق واعتراف اعتراف خامنائي ورفسنجاني الله يرحمه وغيرهم. كلهم اعترفوا انه لولا لولا ايران لما دخلت امريكا أفغانستان وما دخلت للعراق. وحتى كثير من من المسؤولين الامريكان الان الامريكي اعترف الان امريكا حتى ان الحاكم أه المدني بول بريمر إيه؟ كشف مراسلاته إيه؟ مع السيستاني القريب من ايران وفيه رشاوي بالمليار يعني السيستاني يقال انه قبض مليار دولار لا ادري ما هذا صحيح ام لا ففي رشاوي يعني باش ما يصدرش فتوى وفعلا الفتاوي هذه الايرانيه اللي تقف وراء ايران ونفذها السيستاني اللي هو ايراني الاصل ورفض حتى الجنسيه العراقيه بعد ما احتلوا العراق رفض الجنسيه الايرانيه العراقيه فتشوف العنصريه وين فشلت ايران شلت عن طريق عملائها في العراق شلت نصف العراق وتحكي لي على على امريكا والانبطاح وما عرفوا واش انا ما ندافع للسعوديه السعوديه معروف موقفها من زمان هي دائما ضد المشاريع العربيه الوطنيه وقلتها اكثر من مره وكررها معروفه مشروع الوطنيه والقوميه هي ضدها لكن تجي ايران ترفع لي شعار الشيطان الاكبر واسرائيل ومحاربه الموت لامريكا والموت إسرائيل ولكن على الارض تحت الطاوله تتعامل معها ومعروفه صفقه كونترا بين بين امريكا وبين وبين ايران في الحرب العراقيه يعني سبحان الله العظيم احنا ما نغطيش ايران جيت إيه لانه لو كان ايران صادقه ما تدمرش العراق كان كان حليفها العراق لو كان كان راهم الاثنين اكبر قوه ولو كان العرب صادقون في التصدي للمشروع الايراني لما اسقطوا نظام صدام لا هم مش صديقين نعم كلهم تامروا بدون استثناء على اسقاط النظام في العراق والحل لازم الامر تأخذ سياسات تسليميه سياسات سليمية دائما ايران الموت لامريكا الموت لاسرائيل بسم الله أنا ويقول أنا تحت التا... تحت الطاوله صفقات وصفقات شوف وتقاسم و... للدول وتقاسم بنت... للتحالفات وا... معي انت واحد جهارا نهارا يعامل يعامل هذا العدو ويعلن انبطاحه له ويدعمه ب 500 مليار دولار خليه انت ماكش معاه فهمت والاخر انت تجي تقول لي لا تشكك في نواياه الاخر من اللي بدأت تصورته هو محاصره 30 سنه اكثر من 30 سنه حرب شنت عليه كذا وانت تقول لي لا وهم يلعبوا فيها شكون راح يصدقك في هذا الامر لما كانت قبل الثوره كان الشاه والسعوديه والحرب الشيعه السنيه ما كانش هذه شيعه وسنه كانوا العثيمين ولا غيرهم ولا يروحوا يقبلوا يد الشاه كي يروحوا ثم حتى علماء يبوسوا والدين المشروع مش سني شيعي يعني المشروع كما قلت لك مقاومه وانبطاح لما ايران نحت الاعلام نتاع اليهود ودارت اعلام فلسطين يا اخي معروفه هذه في الثوره لما طردت هذا وسماته الشيطان الاكبر تخرج قضيه الاجنده نتاع الشيعه وسنه ومن بعد واش دخل ايران مسكينه الجريحه اللي كي سقطت هاك النظام العامل الإسرائيلي يحرشوا صدام حسين اللي ندافعوا عليه الان وكذا ومن وراه شكون وراه العرب كامل دول الخليج يدعموه بالمال ثمانية سنين غير حرب فيها 270 مليار دولار ملايين القتلى مش كل اللي متسبب فيهم هذا الامه التي لا يعطيها, يعطيها الله قيمه هي الامه التي تستهين بالدماء انا كي ندخل نلقى واحد معلق الفوطو تاع صدام حسين بانه رمز، الرمز اللي نعم يدمرك نعم, لا نعم رمز مدمرك او 200 انت كي اول ربي سبحانه وتعالى قال انه من قتل نفسا وحده ها او فسادا فكانما قتل لكن الناس لكن لكن سي سليميه لكن لكن سليميه اليوم نعم. ايران لما صابت راح صدام وصابت يعني الح لا لي. خليني ليه شوف راهم يديروا في العراق لا من نش راهم يديروا في العراق دارت معها الحرب دار معها هل فتحت إيران ريمر. خلي فتحت إيران أجواءها بعد ذلك انقلب صدام على الخليج وعلى أمريكا هل فتحت إيران من من من, من أجواءها وموانعها الطائرات الأمريكية الإسلامية العراق اتساءل ربما نعود إلى عام 2003 نعم من آه قال لخصومه وأفتلهم بأنهم ما يقاوموش الغزو الأمريكي شكون شيعه العراق كيفاش ما يقاش وين وين شفنا المقاومه تاعها <applause> المناطق الجنوبيه كلها دخل لو عادي عادي إيران. حتى بداو المناطق أسمع. الشماليه لو ان ايران كانت مع امريكا كي تجي <applause> امريكا قال تفضلي بقواعدي العسكريه وتفضلي لكن امريكا منين هاجمت العراق؟ منين؟ من تركيا زيد ومن الكويت ومن قطر كي تطيح بها قطر ويحاصروها دول الخليج اعترفوا بهذا الكرم نتاع الناس كي تطيح بها قطر شكون يحاصرها راحت الايران اللي راحت الايران لانه لو كان ما ايران تسقط هاي محاصرتها و... ولو... حاصرين و... ولو ما الصراع السعودي ما تروحش لها ايران ف... ايران ما ف... تجيكش اذا ايران, إيران هذه إيه؟ تعامل فيك بالخير انت يا يعني على الاقل ننصف هذا الراجل تعامل بالسياسه يا استاذ تعامل فيك بالسياسه بروفيسور تقيم السياسه الايرانيه اليوم شوف السياسه الايرانيه لها تستفيد من الازمات تستفيد اسمح لي يا أستاذ لأن حكيمه اسمح. ناس يقراوا ناس حضاره نحن اعراب لا نحن لا اعراب لا, نحن لا, لا عندهم لا. حضاره ولا هم يحزنون واحد الامه العربيه أطول تبقى أطول قوية وهي الشاهده على الناس الى يوم الدين ما يحطش بنفوسنا ومن ربي قال وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم آه والحديث صحيح على كل حال الى سلمان وقال قوم هذا لا الان لا ايران تلعب في الدور هذا وانتهى الامر لا لا هذا ما كان يستبدل صح ولكن ما يجيبكش الفرصه العرب الان هما اسوا نسخه في العالم اللي تقدم ما تقيسليش يا استاذ العرب, العرب اول ما فعلوا اسمح لي ما تقيسليش العرب بحكامهم بماذا؟ بأمتهم وشعبهم وتاريخهم لو كان جو عرب يتحالفوا ضد نعم. شعب كامل اليمن اللي تحضر عليه يدمروا فيه كل يوم وتقول لي الحوثيين بروفي... تقتل لي تتحاوز لي في جماعة تقتل في شعب نعم, نعم نعم بروفيسور فقط ألا ترى بأنه العرب يعني بقلة حكمة منهم حتى لا نقول كلام آخر وتوصيف آخر فتحوا الأبواب لإيران صحيح فتحوا الابواب لايران صحيح من الذي ادخل الحوثيين لي. وقوام في اليمن؟ اليس الخليج 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 الثري المتخم يعني مم. القصور والذهب وما الى ذلك لا لا والبترول والنفط تركوا فقط اليمن قطعه الفقر وقطعه الجوع وقطعه المجاعه وقطعه الملاريا وقطعه الكوليرا وبعدين تقول لا لي ايران اكيد هذه مخلوقات من المريخ يتحالفوا معه اسمح, معاه. اسمح لي اسمح لي يا سعيد خلينا ما من نراوغوش من هذا صحيح والخليجيين الان يعترفوا بالجريمه تاعهم هذه انهم ضيعوا اليمن وضيعوا العراق يضربوا فيه يضربوا فيه إيه؟ يوميا طبعا. طبعا لم يدمرون فقط 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 فهم الان هم يعترفوا بهذا الخطا تاعهم الفادح والذي لا يغتفر شايف وما لقاوش حل واحد اخر ايران ملأت الفراغ ملأت الفراغ في لبنان ملأت الفراغ في العراق ملأت الفراغ في فلسطين آه آه مقاومة، آه مقاومة, آه مقاومة. يعني إيه؟ في فلسطين ملأت الفراغ إيه؟ ويحسب آه آه لها عليها في, في قطر. لا لا هذا لا يعني أن إيران تحب العرب هذا لا يعني أن إيران مسلمة، هذا لا يعني أن إيران حتى شيعية، إيران عندها مشروع سياسي <applause> فارسي أنت تكفر إيران أنا ما نكفرش ها قلت ماهيش مسلمة يعني الشعار اللي رفعته إيه؟ هو غير صحيح كيفاش غير صحيح؟ أما أما الإسلام فهو في القلب يعرف والله سبحانه وتعالى أما لكن انسان تكفروا تكفروا غير أنا مسلم انا لا اكفر احد انت قلت غير مسلم لا لا إيه؟ قلت ليست مؤمنه هو شعار اسلامي شعار إيه؟ سياسي وليس شعار اسلامي فرق كبير موش اي واحد يرفع لي شعار يقول لي انا مسلم نصدقه ربي هو اللي يحكم عليه انا احكم بالسلوك ما حاجة السلوك هو احسن تاع العرب الان تاع السعوديه. كيف يذبح في العراقيين ويذبح في الخارج اللي في العربستانيين. نعم. من الذي يذبح في العراق؟ انت في العراق ايه؟ لو كان ما كانش ايران دخلت راهم كلاوها الوهابيين السيستاني اللي تحكي عليه تقول انت عنده جنسيه ايرانيه. يا 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 سي خلينا في العراق اوكي. آه ايوه. نعم لما كانوا رايحين في الموصل ما كانش قاسم سليماني في البر والطيران الامريكي الغربي في الجو يعني الشيطان الاكبر مع محور الشر في تناغم كبير لا سليماني لا يعني شويه شويه يعني, يعني العراق ماذا انكسر انكسر داعش لما كان الحشد الشعبي يتكون حتى المسيحيين سنه وشيعة وكل شيء ويزيديين ما همش يا زي طائفه يعني هذا الحشد الشعبي صار اين ناس تطبل حتى في الجزائر الناس راهي عقولها شوف الناس عقولها طائفيه, لكن الناس طائفية اه ايران مش راني معك معليش, معليش انا لا ادافع داعش هي الخاسر نعم, نعم. لكن شوفوا الطيران الطيران الامريكي من فوق وقاسم سليماني من تحت هذه ما تركبش قاسم فيلم, فيلم خيالي ما تركبش من فوق ولكن انت انتصروا على داعش انتصروا على داعش العراق خرجت من ازمتها خرجت من ازمتها السعوديه تدخل بالمشروع مع الكوماندوز تاع الحرس الثوري هذا وكيفه قلت لك السعوديه الكيميائيه السعوديه لغمت العراق بالوهابيه وبال... وبداعش انكسرت فيها مشروع كردستان انكسرت فيه مشروعها في سوريا انكسرت فيه بقات لها اخر ورقه تلعبها في اليمن مع عبد الله صالح عبد الله صالح انتهى السعوديه الان حلها اما أنها تحبس الحرب ولكن تحب تبرهن للعالم العربي كما يقول الاستاذ الدكتور شوتري بان حب الخير للعرب الدراهم اللي اعطيت مثلها من الترونت تروح تعطيهم لليمنيين تعالجهم وتبكي عليهم وتنحي لهم الدموع نكونوا مع السعوديه. اما تظل كل يوم تقتل فيهم الى هذه الساعه انا رايي نشوف فيها الشيطان الاكبر، هذا هو الشيطان الاكبر اللي يحكم شعبي يدمر فيه، جيب لي انت انا نحكي لك العقليه، جيب لي حزب اسلامي في الجزائر آدان السعوديه واش دير؟ باش نحكي لك الطائفيه، آدان السعوديه واش دير في اليمن؟ حزب اسلامي في الجزائر. الضرك كاين واحد برك فقط محسوب الاسلاميين حسن أريدي اللي السعوديه في بيان كتبه فهمتني؟ عقليه السعودية راهي متغلغله في العالم الاسلامي بالعقليه الطائفيه الاستاذ كي يقول قضيه آه غير مسلمه انا ايران انظر لها عندها مصالح وماذا بها تكون دوله قويه صح ولا لا وحنا كل واحد رد ذلك ايوا ولكن حسابك ماذا لا حسابك هي زودت. زودة حزب الله هزم لك إسرائيل في جنوب لبنان تقول لي لا لا يا أخي الكريم هذه السعودية لو لعبت الدور الإسلامي وحطت يديها في يد كل المسلمين اليوم في إيران كان مؤتمر الوحدة مؤتمر الوحدة في إيران مؤتمر الوحدة حاضر ليه سنة وشيعة وكذا مؤتمر الوحدة وحدة الإسلامية يعني. نعم في الخليج اليوم في الكويت مؤتمر دول التعاون الخليجي محرات ولا السعودية مؤتمر الوحدة مؤتمر الوحدة وهي لا ترخص للسنة بمساجد سنية في طهران كيف لا هذا كلام تاع الوحدة هذه يعني عندها الاهواز شوف عندها الاهواز باكملها سنة ومساجد وما عندناش هذه عقلية باش ما نقولوش هذا المسجد تاع سني ولا شيعي ما نامنش به مسجد هو على الاقل خلي انسان طائفته ايه ايه هذا مسجد كي تقول لي اعطيني مسجد سني كأنه زوز عديان راهو دين واحد يا أخي الكريم الناس من نحية ومن عقلية الناس هذا سني مجدين هذا نعم، ولا نعم، شيء نعم،, نعم لكن بروفيسور أحمد نعم. شتري أيضا يقول لك البعض بالمقابل لما نشوفه في الساحة الفلسطينية بينما العرب يعمل الكثير منهم على محاصرة المقاومة الفلسطينية على شيطانتها على اعتبارها في الإعلام أنها إرهاب شاهدناها مؤخرا يعاملونها على أنها إرهاب نجد انه حتى قاده الفصائل الفلسطينيه يقول لك تسليحنا إيران شاء نعم من شاء ابا ولو كان مسرح الايراني وحتى الإيران انه لما كانت غزه لما كانت صواريخ من غزه نحو بعض المستوطنات الاسرائيليه يقراوا عليها بالفارسيه ويوروها في التلفزيونات يعني من ينافق هنا اسمح لي في قضيه فلسطين انا مع الفلسطينيين يجيبوا سلاح من اي مكان ولا من, من, من ايران ومن غير ايران لان قضيه فلسطين حاله اخرى حالة مع عدو خارجي هي القضية المركزية للمسلمين من هي... يتآمر عليها يتآمر على المسلمين انا من حوش على الفلسطيني منين يجيب انا مرة ثانية في الشروق كما آه السعودية صرحت حول حماس وما حماس في قضية قطر أدنت هذا الموقف في التلفزيون تاع قلت له هذا خطر كيف الجبير يوصف حماس بالهربية ابدا سابقة الفلسطيني اللي في فلسطين اللي يرمي حجر على العدو احنا معاه بغض النظر عن رايته شوف انا الفلسطيني يجيبوا سلاح من ايران انا معاهم مش مشكله هذه بالنسبه لي انا يعني. داخل الوطن العربي هذا موضوع اخر شايف اما الفلسطينيين في مواجهه عدو خارجي هذا عنده تبريرات شكون واقف مع القضيه الفلسطينيه الان؟ تصور انت ايران دكتور م. الان ايران تدير علاقات مع امريكا مع اسرائيل قالوا سمن على عسل ونرجعوا نديروا التسويه نديروا التسويه اللي راهم يشوفوا فيها العرب هل تبقى فلسطين؟ فلسطين تبقى يا استاذ فلسطين تبقى لا ديروا التسويه لا, لا لا انت لا. عندك انت قبيله قلت عبد الله صالح ما عندوش مات لانه لا سند له صح, صح ولا لا صحيح اذا طبق هذا صحيح. على القضيه الفلسطينيه لا لما لا, لا, لا استاذ سليمي اسمح لي القضيه الفلسطينيه انا نعطيك وجهه نظري فيها ونحترم وجهه نظرك القضيه الفلسطينيه قضيه شعب فلسطين قضيه تاريخ طلعت المنظمات طلعت الحركات ضعفت ونزلت سوفا ينشا الفلسطين ستولد في فلسطين وعلاش انا ما باللي تاجر بها لما فيه. ايران ترفع هذا الامر تقول لك تاجر بيه". انا ما بقولش تاجر انا شفت كذا أنا, انا قلت لك فلسطينيين من حقهم من حقهم نعم بغض النظر عن نوايا الايرانيين او غير الايرانيين مم. فلسطين قضيه فلسطينيه لن تموت لان قضيه احتلال يهم عليها مؤخرا يا ما يقدرش يتعاملوا على ارواحهم يستحيل اذا انا ارى مم. ان فلسطين سندها الان قوى المقاومه والحروب اللي ناضت باش نتكلموا ننهوا الكلام في الطلاب نتمنى هل... هذا المصادقين سوريا لما ناضت الحرب في سوريا لاجل حل... هل اسقاط الهدف هو بشر اسد؟ بشر مش الهدف لماذا؟ نعم لانه طيب لا طيب طيب ها باش طيب نحكي لك على سياسات صادق يقول لك البعض نحن ننتظر الزمان والمكان المناسبين في البيانات السوريه التقليديه التي لما ناضت في سوريا هو لضرب المقاومه هبط بشار لا الاسد لان يعني الصواريخ انت قلت انت قلت الصواريخ ولا السلاح تجيبه فلسطين من اي مكان فلسطين هايوا السلاح اللي يوصل لحزب الله وحتى الفلسطين من يوصل؟ من سوريا سوريا البوابه السوريه لما تغلق البوابه السوريه عن طريق اسقاط بشار الاسد بتجيب واحد مجمعة السعودية كمجمعة الحريم يتغلق الباب هذا هو هذا هو المشروع اللي لازم يفهموه الناس مشروع الثورات العربية أنا حضرته لإيران إيران باركاته الوحيد العبد الضعيف أنا حضرت المؤتمر في إيران وش قلت لهم؟ قلت للإخوة الإيرانيين قلت لهم الثورات العربية اللي تباركوا فيها ستكون طعنة خنزر في ظهوركم وكذلك كان ثم المرة هالمره الاولى وداروا مؤتمر الصحوه الاسلاميه وحضرتوا، قلت لهم هذه المؤتمرات العربيه اللي درتوها هي مؤتمرات ضد خط المقاومه وكذلك كان هذا العبد الضعيف اللي قال الكلام هذا. فهمتني؟ اذا هذه الثورات اللي سموها قامت عربيه هي لي إدخال العالم الاسلامي في بعضه. وها هو في الامن في اليمن نتيجه، في العراق نتيجه، في سوريا نتيجه، في كل مكان نتيجه. نتيجه هذا 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 التامر على المقاومه هذا وجهه نظرك استاذ سليميه نعم بروفيسور آه. احمد شوتري ربما نحن نقترب بقتل علي عبد الله صالح اين هي المآلات في اليمن؟ خطيره جدا يعني آه. بين انه هل هذه هذ العمليه سوف تزيد من سلطه الحوثيين ام ستقوضها لا. بدايه النهايه لا لا بالعكس شوف نقول لك سوف يجتمع كل اليمنيين هكذا نتخيل انا كل اليمنيين سوف يكونوا صف واحد ضد الحوثيين بغض النظر عن سعوديه الدخل ما تدخل سوف تجمع كل اليمنيين وشوفوا راقبوا برك يوم الجمعه الجنازه نتاع علي عبد الله صالح ماذا سيحدث في صنعاء وهل سيسمح الحوثيين بجنازه غصبا يعني؟ عنهم غصبا عنهم سوف تنقلب صنعاء فهذا الحوثيين قلت لك انا فقدوا الغطاء نتاعهم تاع علي عبد الله صالح اللي كان هو قوتهم الرئيسيه وفقدوا حليف قوي وبالتالي الان الحوثيين على يا تدخل ايران مباشره وهذا مستبعد لتحميهم ثاني كذلك قوه حزب الله ممكن تبعث لهم خبراء هو موجودين اصلا في الارض اليمنيه يعلمهم الاشياء وهذا غير كافي وبالتالي واليمنيين مش قضيه استقوا الان بالسعوديه، السعوديه بالطيران ما تعمل شيء. اليمنيين سوف يكون صفا واحد الان. صحيح الطول المساله ممكن كم من شهر ولكن الخاسر الكبر يقولون الحوثيين. هذا رايي يعني. آه كيف سيكون؟ هل حفر الحوثيون آه قبرهم بجانب آه قبر علي عبد الله صالح؟ انا اقول العكس انا اكتب بيت... بيتين على المباشر تاع الشعر الان. على نفسه يجني الجنايه صالح وقوله في تلك الخيانه طافح وان قلت ايران ستربح بعده فلا انما اليمن السعيد الرابح. الان قضوا على اخر عنقود مرتبط بالنظام العملاتي للانبطاح للسعوديه، اكتشفوا الان اليمنيين راح يربحوا، السعوديه كما قلت ما تربحش المعركه، اذا القضيه اليمن سيربح المعركه ضد السعوديه وضد القوى الإنبطاحية وسيخرج على خير، ولان صالح لما جماعتها من نصه متبرين منه، لما يكتشفوا انه انصاق وراء هؤلاء الذين يقتلونه يومياً سيكون ماذا؟ قال لك البروفيسور سوف, أن في سوف نشهد جنازة سوف تظهر كيف سيكون هو عنده قبيلة العصبية العربية وعنده قبيلة والقبيلة تتعصب لها ولكن صار أن الحوثيين يسلموا الجثة حتى؟ تدفن بصوره يعني عاليه ام أنه سوف يكون مصيرها جثه القذافي يعني لا. في ليله ظلماء تم دفنها. ما اظن الحوثيين يفعلون عنوان. ذلك. جثة القذافي اعتادوا عليه حتى جنسيا يا اخي يعني ما وما اظن الحوثيين يفعلون ذلك. هذا ما اردت ان اقوله. شفنا يعني, يعني, يعني انتهاك كبير للجثه شفناه في الاعلام إيه. يعني يعرضوا يع فيه وكذا. إيه ولكن قلت لك ما اظن ان الحوثيين يفعلون ذلك يعني الله اعلم وقلت لك وانا الان مطمئن بان اليمن لما تكتشف انت عندك حاجه قاعده ديرونجي فيك في المحرك وتريقلها راك توصل على خير شعب. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ صادق الكاتب والشاعر والصحفي بصحيفه الحياه الجزائريه كما اشكر البروفيسور احمد شوتري استاذ الاعلام بجامعه الجزائر ثلاثه كان هذا نقاش جزائري حول الملف اليمني والملفات العربيه المرتبطه والمترابطه فيما بينها طبعا الحديث فيها هو حديث ذو شجون لكن هذا هو وقت البرنامج وما يسمح به اشكركم جزيل الشكر ضيفي الكريمين كما اشكركم مشاهدين الكرام على كرم المتابعه البلاد اليوم تمت برامجنا مستمره سلام الله عليكم